تدفق المتظاهرون في لبنان اليوم العاشر على التوالي إلى الشوارع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية في تحد للسياسيين والأحزاب ومناصريهم غداة خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حذر فيه من الفوضى والانهيار في حال فراغ السلطة. المزيد من التفاصيل في نافذة مباشرة من بيروت مع الزميلة ريم شلون. شكرا نضال، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة تأتيكم من بيروت. استمر متظاهرو الحراك الشعبي في لبنان بالنزول إلى الشوارع لليوم العاشر على التوالي وسط إصرار على مواصلة الاعتصامات والمظاهرات لتحقيق المطالب بتنحي الحكومة ومحاربة الفساد. وتزايدت أعداد المتظاهرين مع حلول الظلام في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في قلب العاصمة بيروت وضواحيها وفي مدن أخرى مثل مدينتي صيدا جنوبية لبنان وطرابلس في الشمال على الرغم من محاولات الجيش لإعادة فتح الطرق. وكان متظاهرو الحراك قد بدأوا بالتوافد منذ الصباح إلى مناطق متعددة من العاصمة مقابل مظاهرات أخرى مؤيدة للرئيس اللبناني في منطقة قصر العدل وجسر الموت. اليوم العاشر من التظاهرات في لبنان سجله المحتجون في غالبية المناطق. السلطة العسكرية لم تلجأ إلى العنف رغم استعمالها القوة، قوة وصفت بالناعمة. المشهد هنا يلخص رد الجيش بالرصاص المطاطي على إطلاق الرصاص من أحد الأفراد في الهواء في منطقة البداوي الشمالية. وفي بيروت على جسر الرينج اتخذ قرار فتح الطريق بالقوة، ولكن إصرار المحتجين على النوم في الأرض وتوجيهات وزارة الداخلية بعدم استخدام العنف أدى إلى تراجع قوى الأمن التي سحبت آلياتها من المكان. الإجراءات الأمنية المتساهلة في بيروت أتت بعد اجتماع قيادة الجيش التي بحثت خلاله في إجراءات تسهيل حرية تنقل المواطنين وحفظ أمن المتظاهرين. خبر ترافق مع معلومات عن رفض القيادة الأوامر السياسية المستجدة بمواجهة المواطنين في الشارع إلا في الحالات الطارئة. ما عندي مشكلة بفتح الطرقات، عندي مشكلة بفتح الدهون تبع العالم. الدعوة إلى مليونية لا تتعلق برأي كثيرين بعدد المشاركين بل بمنسوب قدرتهم على مواجهة الضغوط. الطرقات المحاذية لهالطرقات مفتوحة، بدهم يعملوا مزارات، يعملوا بيوت الوزراء والنواب يلي سرقوا مال الشعب. حشدت الساحات رغم النصائح التي وجهها حزب الله لابناء بيئته، فمقولة كل يعني كل، نصر الله اشرف منهم، لم تنطلي على كثيرين بحسب فاعليات من داخل بيئة الحزب، فهو الزعيم الاقوى الذي يمتلك تكتلا كبيرا داخل البرلمان، تكتل وافق على اقرار موازنة السنة السابقة رغم وعود زعيم الحزب بعدم الموافقة على موازنة فيها ضرائب. انتهت صلاحية السلاح الطائفية والتوحد حول الزعيم الحامي لهم في المواجهات فيما مضى تحول وحدة لمواجهته بهدف حماية حقوقهم. حسين خريص، العربي، بيروت. وفي تطور أمني في طرابلس أصيب 7 أشخاص لدى محاولة الجيش اللبناني فتح طريق في منطقة البداوي شمالية المدينة بحسب بيان لقيادة الجيش. وطلب كل من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي إجراء تحقيق فوري في الحادثة. ينضم إلينا من ساحة الشهداء في بيروت مراد لبطوش ومن جل الديب محمد شبارو. مراد، الساحة يبدو أنها ما تزال ممتلئة، إلى متى سيبقى المتظاهرون في الساحة اليوم؟
نعم، حتى وأن تشارف الوقت إلى منتصف الليل بتوقيت بيروت ما زال المتظاهرون يرابطون في هذه الساحة والأعداد كبيرة جدا، وإن كانت صوت مكبرات الصوت هي من خفتت نسبيا، لكنهم يتواجدون هنا يقولون في اليوم العاشر من تظاهراتهم ما قدم حتى اللحظة من قبل الطبقة السياسية والسلطات في البلاد هي ورقة إصلاحية رغم أهميتها إلا أنها خانت اللحظة التاريخية، جاءت متأخرة قليلا، وغير ذلك لم يكن إلا أن التف جميع القوى السياسية حول تلك الورقة وأشادوا بها، غير ذلك لم يقدموا شيء بحسب تعبير هؤلاء بالمطالب العريضة المتعلقة بإسقاط النظام والمتعلقة بمكافحة الفاسدين. أيضا ربما تأتي هذا الزخم بالساحات في إشارة منهم إلى ما بدأ يلاحظ في الآونة الأخيرة خلال اليومين الماضيين وجود ألوان أخرى تخرج إلى الشوارع في لبنان، سواء ما حدث في المدخل الشمالي في مدينة بيروت أو في القاع تأييدا للتيار الوطني الحر، أنصار التيار الوطني تأييدا لرئيس الجمهورية، أو ما شاهدناه يوم أمس من مسيرات ربما لأنصار حزب الله اللبناني. إذن هم يرابطون الآن في إشارة إلى اتساع الهوة الفاصلة ما بين ما قدم حكوميا وما بين ما هو مقبول شعبيا. نعم مراد. نعم، إلى جلال ديب ومحمد شبار. ومحمد، قاربت الساعة من منتصف الليل وجلال ديب لم تهدأ بعد هذه الليلة، إلى متى المتظاهرون في جلال ديب مستمرون في تظاهراتهم؟ تماما، يعني يمكن ملاحظة أن المشهد لا يزال في الصورة كبيرا. عموما لا يمكن إطلاق صفة متظاهرين هنا، هم معتصمون، معتصمون حتى إسقاط الحكومة كما يقولون، يرفعون شعارات ذاتها وهي محاسبة الفاسدين، استقالة الحكومة اللبنانية، ولا خروج من الشارع قبل تحقيق هذه المطالب. في المقابل يجدر الإشارة إلى أن التحضيرات هنا بدأت فعليا ليوم الغد، وهي أولا المشاركة في السلسلة البشرية المزمع إنشاؤها من مدينة طرابلس في الشمال حتى مدينة صور الجنوبية. ثانيا الحشد الليلي أيضا هنا سيكون كبيرا يوم الغد كما يقولون هنا في الساحة. يجدر الإشارة هنا إلى بعض الإشاعات التي ترافقت مع هذا النهار الطويل في جلال ديب هنا والمتعلقة بالمظاهرة التي كانت لأنصار التيار الوطني الحر في منطقة أجديدة. يعني ثمة قلق هنا في الشارع طبعا من احتمال وقوع أي صدام بين المواطنين، ولكن في المقابل يؤكدون أنهم لن يغادروا الشارع قبل تحقيق مطالبهم، ويرفضون لغة التخويف أو التشكيك حتى بانتمائهم أو بتمويلهم. شكرا جزيلا لك من جلال ديب محمد شبارو، ومن ساحة الشهداء مراد البطوش. في الأيام الأخيرة صدرت دعوات عدة للحوار مع قيادات الحراك في الشارع، أبرزها من الرئيس اللبناني ميشيل عون والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لكن المحتجين يرفضون حتى الساعة الحوار ويقولون أن الشارع يمثل نفسه ولا أحد يمكنه ادعاء تمثيل من تظاهر. السياسة في لبنان عادة ما تعني زعامات وأحزاب وطوائف. تمرد الشارع، ضرب بعرض الحائط كل موروثاته السياسية وقال كلمته لأول مرة من دون زعامات. تجارب عدة خاضها الشارع قبل العام 2019، لعل الحراك الذي رافق أزمة النفايات كان أكبرها. يومها سجل على هذا الحراك استحواذ بعض المجموعات المدنية على الشارع وعلى شعاراته والظهور الإعلامي. مشهد اليوم وغياب أي مجموعة تتحدث باسم الشارع شكل تكتيكا استراتيجيا أربك السلطة التي دعت إلى الحوار. دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين، أنا حاضر التقي ممثلين عنكم. رئيس عم بيقول بدي اسمع مطالبكم، هواجسكم، تسمعوا هواجسنا ونتحاور نتناقش. لا يعني هذا المشهد غياب المجموعات السياسية التي كانت حاضرة في كل المحطات على مدار العقد الأخير. في هذه المنطقة على أطراف ساحة الشهداء عشرات الناشطين يجرون حوارات مكثفة سياسية واجتماعية وحقوقية، يتواصلون مع بعضهم البعض، يحاولون شد الروابط، لكنهم يرفضون محاولة أي طرف الادعاء بتمثيل الشارع. الشعب هو القائد. ما في قائد ثورة، ثورة ما لازم هاي الثورة ما لازم يصير لها قائد. الشعب كلنا سوا. نحن شعب قائدين الثورة.
أنا قائد الثورة. كلنا قائد الثورة. ما في قائد للثورة، في مليونين قائد للثورة. وما في حدا، ما في حدا بيقدر ينصب حاله زعيم ولا ناطق باسم مليونين شخص بلبنان يلي هن نزلوا على الشارع. هكذا يقول الشارع هنا، على الرغم من أن بعض المجموعات باتت تدرس جديا دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للحوار. قالت الناشطة اللبنانية ضحى صباغ إن اللبنانيين محرومون من حق العدل والمساواة أمام القانون، وأضافت في مقابلة خاصة مع العربي إن لبنان يفتقر لنظام قضائي يحمي المواطنين من أصحاب النفوذ والمال. وكانت صباغ قد تعرضت لهجوم من مناصري حزب الله بعد ظهورها على إحدى القنوات المحلية منتقدة النظام السياسي في لبنان وتردي الأحوال المعيشية. هيدا الجهل والتعصب والحرمان من المساواة. نحن حقنا نكون ببلد بيساوينا كلنا ببعض. أنا بخاف هلأ أن أمشي بالشارع، بخاف أن أسوق، لأنه أنا عارفة أنه في مليون واحد عم بيسوقوا بيضربوني وبيضربوا بيبي وبيفلوا وما حدا بحاسبهم، لأنه ما في عندي نظام قضائي بيحمي مثل الخلق. ونفت ضحى أن تكون قد تعاونت مع أي جهة أجنبية، كما تم اتهامها من بعض الموالين لحزب الله اللبناني، وأشارت إلى أن تجمع شباب النبطي أفضل مبادرة حظيت بموافقة بلدية النبطي جنوب لبنان. السنة اللي سافرت فيها على أمريكا 5 من رفقاتي سافروا معي، نحن كنا عاملين تجمع بالنبطية اسمه تجمع شباب النبطية أفضل، اللي هو عم بيقولوا لنا أنه هو ممول من UNDP، هو ما كان ممول من UNDP لأنه هو كان مبادرة يعني تحت البلدية النبطية، تحت مظلة بلدية النبطية، ونحن تطوعنا فيها بدون أي مقابل. وفي العاصمة البريطانية لندن نظمت الجالية اللبنانية وقفة تضامنية مع الحراك الشعبي، حيث تجمع المشاركون أمام مبنى السفارة اللبنانية حاملين الأعلام اللبنانية ولافتات تؤيد مطالب المتظاهرين، كما رددوا شعارات تؤكد تأييدهم لمطالب الحراك الشعبي بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة وتحسين الظروف المعيشية. ومعنا في الاستوديو الصحفي أمين قموري. أهلا بك أستاذ أمين. الحراك مستمر والساحات ممتلئة على آخرها حتى هذه اللحظة، إلى أي درجة ممكن أن يصمد الحراك أمام التهديدات والتحذيرات من الفراغ السياسي؟ هذا هو التحدي الكبير أمام الشارع. نحن أمام حالة لا تشبه أي حالة لبنانية سابقة. هذه حركة ناس أحدثت دوية عظيم، أحدثت قلبت المعادلات في الساحة اللبنانية، وقالت أن الشعب هو لاعب أساسي في اللعبة السياسية اللبنانية، ويفترض احترام رأيه، ويفترض أن يؤخذ بمطالبه حتى أن يكون له كلمة. لم يعد بالإمكان تجاهل هذه المطالب وتجاهل هذه الحقوق. في المقابل السلطة السياسية لا تزال تتعامل مع هذا الحدث الزلزال وكأنه هزة بسيطة يمكن تجاوزها بالالتفاف أو بالامتصاص أو ببعض الأوراق من هنا أو من هناك. يعني أوراق لا تغني ولا تسمن ولا تغني عن جوع، يعني أوراق. ولكن ألم تفاجأ الطبقة السياسية بهذا الصمود؟ وبالتالي هناك سيناريو مرسوم إذا ما استمر الحراك. أعتقد أن هذه الطبقة السياسية لم تدرك حتى هذه اللحظة حقيقة وأبعاد ما يجري على الساحة اللبنانية. هم لا يزالون يتعاطون على أن هؤلاء مجرد هواة، هؤلاء أولاد في الشارع يصرخون يبكون، من حقهم أن يفعلوا ذلك، ويمكنهم الاستمرار في ذلك ضمن ساحات معينة. لم يدركوا حقيقة الدينامية والحيوية الموجودة في هذا الشارع، وبالتحديد حيوية الشباب دون 30 سنة ودون 25 سنة، الذين ينظرون إلى الأمور بطريقة مغايرة عما ينظر إليه رجال الأحزاب ورجال السياسة وكل هذه السلطة التي ابتعدت إلى حد كبير عن الناس. حتى الآن لم يقدروا، لو قدروا ما يجري حقيقة في الشارع ربما كانوا تعاملوا مع الموضوع بطريقة أخرى. نعم. وهذا واضح من ردود الفعل، أوراق ووعود لا شيء. المطلوب بقدر ما يكون هذا الزلزال
هذا دردار كبير مطلوب ايضا اجراء بين نفس المستوى. نعم. على يعني انه بحسب ما يجري ان يكون هناك ما يعادله او اكثر حتى يستكين هذا الشارع وهذا. فلذلك مطلوب اجراءات، وهذه الاجراءات تتعلق اساسا يعني احد ابرز المشكلات في لبنان هي اننا نرى بام اعيننا كيف نسرق، كيف ننهب، كيف تستهان كرامتنا. يعني لابد من اي اجراء ان يتضمن محاسبه قاسيه بحق من اوصل اللبنانيين الى هذا. نعم. المحل. شكرا جزيلا لك استاذ امير قموري، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا. كيف تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحراك في لبنان ومع دانيا أرشيد في لندن؟ إليك دانيا. مساء الخير ريما. يواصل المتظاهرون في لبنان النزول إلى الشوارع لليوم العاشر على التوالي للمطالبة برحيل الطبقة السياسية في تحدٍ للسياسيين وللأحزاب ولمناصريهم. حملة لحق كانت المدنية كانت دعت في وقت سابق إلى المشاركة في مظاهرات سبت الساحات في الأراضي اللبنانية كافة. قيصر يقول يجري الحديث عن استقالة للحكومة في اليومين القادمين وتشكيل حكومة مستقلة، هذا جيد، ولكن المطلوب أولا تطهير القضاء من الفاسدين، ثانيا تطهير أجهزة رقابة الدولة من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، ثالثا التحقيق مع كل موظف تولى وظيفة عامة وسؤاله من أين لك هذا. جوزيف غرد قائلا أن المتظاهر أدناه أدافع عن حقوق 4 ملايين مواطن، وأنت تدافع عن حق رجل واحد، أنا أتظاهر من أجل حقوقي وحقوق عائلتي، وأنت تعترض من أجل حقوق عائلة حاكمة تسرق أموالك، أنا أتظاهر من أجل سياسة بلد وأنت تنتفض من أجل سياسي بليد. وعملت القوى الأمنية على فتح بعض الطرق التي قطعها محتجون صباح اليوم، خصوصا الطرق التي تربط بيروت بمحافظتي الشمال والبقاع ليرد المتظاهرون. كفاح فنشر هذا المنشور على تويتر قائلا للتذكير عام 1952 أجبر الرئيس بشار الخوري على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد، قدم استقالته مدونا بجانب إمضائه كل نقطة دم تسقط من أي مواطن تساوي كل رؤساء العالم. نختم هذا القسم من فقرة الإعلام الجديد لهذا المساء بفيديو من منصتنا الرقمية أنا العربي، نتابع. أنا مواطنة لبنانية وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا مواطن لبناني وأنا عم ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا 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 ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. نحن مولين الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. أنا ممول الثورة. وأنا 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 ممول الثورة. وأنا ممول الثورة. انتهى القسم الأول من فقرة الإعلام الجديد لهذا المساء، بالعودة إلى الزميلة ريما. شكرا لك دانيا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النافذة قدمناها لكم من بيروت، وبالعودة إلى الزملاء في لندن.